امين عرابي بيقول لي انا عايز اخد سيفي في النادي الاهلي في مدرسه الكوره في النادي الاهلي، فقلت له طب نبقى نتباحث انا وسيف ونشوف الموضوع ده، لكن ان شاء الله هيبدا التمرين في نادي الزمالك، ونادي الزمالك ده يبقى بيته. بساله قال لي انا اهلاوي ونفسي العب في الاهلي. الطفره اللي موجوده كل الولاد طالعين، حسب انت عارف موضه يعني من 3 4 سنين كان كل الولاد صغيرين طالعين زملكاويه، الفتره دي كل الولاد طالعين اهلاويه، فلسه هو بقى لسه صغير على تحديد الهويه. طب كابتن فاروق لو لقيته هو ميال للاهلي او حابب الاهلي ممكن تقف قدام طموحاته؟ انا مش هقف قدام طموحاته، لكن انا هبقى بوجهه، يعني بوجهه بشكل، احنا نادي الزمالك اللي عمل ابوه، نادي الزمالك خيره على ابوه، نادي الزمالك اللي عمل كيان فاروق جعفر، اتمنى ان سيف ياخد نفس المشوار. وانت يا سيف نفسك تلعب فين؟ عايز العب في الاهلي، وبابا بقى ما يتكلمش عشان كل مره بيقول لي حاجه انا بسمع كلامه، في المره دي